النهارده عبد المنعم كان متعصب بزياده عن اللازم شويه لما جه الجول وقعد يزقه وبتاعه، حصل حاجه شويه دربكه بس كده. انا ما شفتش بعدها يعني ايه سبب اللقطه، يعني كان ايه السبب، يعني انا استغربت كان وانا بشوف. قبل ضربه الجزاء كان بيعترض ان ليه فاول وجم يهدوه اتنفذ على زمايله. اهي بص هو بص محمد بص، هاني. ما انا شفتها ده شريف اهو. لا بص انا بتكلم ان هو نفسه ايه بص السبب. بص، مش هو كان متضايق جدا بيحاول يهدوهم، هو متجنن من البنالتي. لو اتجنن من البنت يزق في زمايله. من على الماتش كويس عبد المنعم النهارده، لا كسبان وفايق، ايه اللي بيعمله ده؟ ما لازم نقول الغلط غلط برضه، يعني مش اقول ان انا هو عمل بقول لك ماتش كويس، النرفزه. اقول اللي عمله ده ما ينفعش. لا يعني النرفزه يعني غلط. انا متنرفز لما حتى ابقى خسران لا 3 يعني انت 4 كسبان ثلاثة كسبان، ايه اللي وعامل ماتش كويس، ايه الاوفر الافلام دي؟ شويه. ومش اول مره. هي في حاجات كده بتطلع بصراحه ما بحبهاش في عبد المنعم، يعني حتى بعيدا عن بس هو فترة كده كان النرفزه. عاقل شوية. هو احسن سيرد باك موجود في مصر، واعلى امكانيات، واعلى من الناحيه البدنيه، واعلى من الناحيه الفنيه. انما يعني لو جيت ماتش النهارده مثلا هتلاقي فيه كورتين، يعني الاستهتار فيهم بيخليك يوصلك تعمل باص غلط في جوه ال 18، الكوره اللي كان عايز يفوتها اللي خدها منه نضاي برضو. في حاجات كده في الكوره دي ثقه زياده. لا وكذا مره حكايه الزمايل دي، ما استمرارها مش صح، يعني لا استمرار هو مره بعد تانيه مش صح. اصل انت كسبان، انت ايه اللي منرفزك؟ ايه اللي مضايقك؟ امال بقى التانيين بقى يموتوا العظيم بقى خسرانين ولا ايه؟ يعملوا ايه؟ طب احنا عندنا حاجات عايزين نعرفها منك بسرعه قبل ما الحلقه تخلص، احنا خلاص ما انا قلت بنفنش. اللي عندي كلها دي. لا موضوع موضوع لشبونه انت اللي ما جبتش على كابتن سيد. في ايه؟ ما بيسالك على ايه؟ السبب ايه؟ سبب ايه؟ سبب في اللعيبه اللي تمشي لعيبه وتجيب لعيبه تانيه وتقعد تغير في اللعيبه ليه؟ ما هم بتاع لا ده سألك انت. ده راجل لا سألك انت. الرؤى الفنيه بتختلف. ايوه هي يعني لازم تختلف ولا بتختلف؟ بتختلف. ما هي لازم تختلف انت ولا ساعه ما القاف شلتها وحطيت الراء وانت الموضوع عجبك. عمال لعبنا بالالفاظ الموضوع عجبه. الوقت موضوع برضه عشان الجمهور الزملكاوي النهارده مساله القيد ومشكله شيكابالا وسبورتنج لشبونه، هل في سيناريو يلي حل المشكله ولا ما انا إيه؟ ما هي ده كله مرتبط ببعضه. ما هو مين اللي هيحل؟ مين اللي يحل؟ بس في روافد جايه للزمالك، يعني مثلا في 300 يا الف فندم دولار ماشي من الجزيري جم الفيفا خلاص. ماشي. في مفترض 400 الف دولار من التعاون السعودي بباقي مستحقات بطولة فتحي. في 800 الف دولار مفترض تمام. بعض اللعيبه المحليين. مين اللي هياخد قرار انه يحل او بتاع؟ هو في تاني ده قيد ياخدها. يا فندم بقى هزار، ده ايقاف قيد. يعني قاعدين نقول للزمالك محتاج خمس ست لعيبه تقال والزمالك ده بقى هزار. ما هو مين يا فندم؟ هو في ده وضع، هو ده وضع. انا مش هو ده وضع اقول ايه، بس هو يعني ده انت عايز تقول وضع إيه؟ يرضي حد؟ هل ممكن الزمالك يلعب الموسم الجاي ما عندوش قيد؟ مستحيل. طبعا طبعا طبعا. ازاي طبعا انت طبعا؟ ليه 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 بقول لك ليه؟ ما انت دلوقتي لازم يحلها. مين هيحل؟ مين اللي هيحل؟ انت مش عايز تجاوبني ليه؟ ما انا قلت لك اداره النادي في اللي هي مين؟ انا مقتنع ان في مجلس اداره اللي هي مين؟ ممكن يبقى سلبي، ممكن يبقى تحفظ على ادائه، انت حر، لكن في مجلس هو اللي متحمل مسؤوليه قدام الجمهور. لا مجلس ياخد القرار وقدام النادي قدام الناس. مجلس يقدر ياخد قرار؟ ما عندوش حل اصلا، ده قيد ياخدها تاني. انا بسالك ممكن بقى يعني انت المجلس اللي موجود ده انه يقدر ياخد قرار في حاجه زي قيد او كده؟ انت اللي تجاوب. انا بسالك، انا اجاوب اقول لك لا اما اعرف انا مين اللي مين القصه ماشيه ازاي اقدر اجاوبك. لكن هو قصه طب الناس عجبها الزمالك. كابتن احمد حسام ميدو ليه دور في الزمالك دلوقتي؟ وهو صرح قال انه فخر الدين بن يوسف ما بنفكرش فيه، ويعني ده تصريح من امبارح. يعني انت فخر الدين بن يوسف ما ينفعش الزمالك فعلا فنيا؟ لعيب كويس جدا فخر الدين، احسن من لعيبه كتير جابها نادي الزمالك بامانه. في مكان كفيرود اما لعب في الاسماعيلي مشي بشكل كويس جدا، واما راح بيراميدز الفترات اللي بيلعب فيها مشي بشكل اخر كويس. ماتش قبل ما يسافر هو اللي كسبهم. هو عنده منافسه كبيره في بيراميدز، عندهم عدد من اللعيبه، انما الوقت اللي بيلعب فيه لا. وفي ماتشات كتير يعني هو ولا لاكاي في رايك في بيراميدز؟ لا هو ده مختلف عن ده، يعني ده كل واحد وليه ستايل لعبه. بس انا يعني فخر الدين يوسف بشوفه اما يكون المتاح قدامك مفيش احسن من كده فانت طبيعي. ولاعيب فري طبعا، ودي ميزه. ولا هو لازم يبقى لعيب يعني؟ طب هل يفيد الزمالك لو راح؟ يفيد الزمالك بجد فنيا طبعا. طب ده غريبه دي.
الزمالك بيقول لك حصل على توقيع محمود حماده فعلا؟ عندي خبر بيقول انه انه فاركو عايز انا سامع كده ان فاركو عايز 40 مليون جنيه. طب مش لما تدفع الاول الغرامه انت بتدفع 40 مليون؟ طب انت هو محمود حماده يفرق كتير قوي عن حمدي علاء عن اللي موجودين يعني يزيد يقل القصه قريبه من بعضيها. ما انت برضه خد لو هتمشي 2 3 من الموجودين في نص الملعب محتاج تدعيم بقى. ما هو ماشي من لازم تجيب بوب وتجيب حماده مع مع حمدي علاء ما لازم برضه دعم. القصه اكبر من كده. تمشي في الدايره هي قريبين من بعض. ايه هيفرق ايه يعني؟ هيفرق ايه؟ انت قلت سبت لعيبه زي قلنا زي طارق حامد زي بن شرقي في كواليتي هم اللي يشيلوا الفرقه. عموما انتهى اليوم. الاهلي كسب 4-1 عمل ماتش الحقيقه كبير ختم احلى ختام للاهلي هذا الموسم. الاهلي مسيطر على الموسم كله على المستوى الافريقي وعلى المستوى المحلي. 4 بطولات الحقيقه بشكل كبير جدا. نختم بسطلانه؟ بصراحه عشان استاذ احمد بيحبني. لا خلاص خلصنا الزمالك كده الموسم خلص. لا ما واسوأ برضه مع الاهلي اسوأ موسم للزمالك ولسه في البطوله العربيه بص اللي جاي لو الوضع فضل كما هو عليه خليهم يتفرجوا على الزمالك. عموما ان شاء الله الجاي احسن.